نبدأ إذن الحديث عن الدكتور كان عايز يتكلم على أضرار التدخين، فأنا طلبت منه أن نؤجل هذا إلى حلقة، وحضرتك كنت بعتوا لنا الأسئلة كلها المتعلقة بالتدخين، ونعمل حلقة كاملة من أولها لآخرها عن أضرار التدخين الإيجابي اللي بيشرب واللي بيشرب اللي جنبه، ولأن ده موضوع أعتقد مهم جدا، أن العالم تطور جدا في الحكاية دي، وبقى التدخين في أماكن كتيرة جدا جدا غير مسموحة جدا. فالمفروض ان احنا نعمل كده، اللي عايز يدخن بقى ينزل يدخن في الشارع، انما يعني فارجو ان احنا نعمل ده. زمان يا استاذ محمود كانت السيجاره دي منجاه، صحيح، اول ما طلعت حاجه كده. دلوقتي لا، دلوقتي تشرب سيجاره تقعد في اوضه الفران، يعني في المطار في اوضه بالظبط، شكلها وحش جدا. بالظبط، زمان كانت يعني عظمه، ان هو الافلام كلها كان يحط سيجاره، ثبت ان دوت شيء يعني يا ريت حتى الافلام كلها ما يبقاش فيها تدخين. اظن انه معظمهم بطلوا الحكايه دي خلاص، والمسلسلات اعتقد لازال، مش عارف رجعوا ولا ايه، لازال الشيشه وكده. الشيشه دلوقتي في البنات بيشربوا شيشه، حضرتك لما تنزل في حتت كافيهات بالليل، ايوه موجوده بنات، ازاي ده وصلنا لكده؟ وهم على فكره هو بيشربها برضو انها يعني حاجه مزاجه كده، بس ما يعرفش ما وراء هذا. صحيح، هقول لحضرتك ليه، يعني انا قعدت اسال نفسي سؤال، في كم مليار بيشرب تدخين في العالم؟ معقول كل دول ما بيعرفوش يعني؟ مش ممكن. ما بيعرفوش ايه؟ ما بيعرفوش ان ده مضر؟ لا، عارفين طبعا. طب متمسكين دي. انا بقول دايما مدخن لما يجي لي في العياده، انت رايح سوبر ماركت تشتري سمنه، لقيت العلبه مكتوب عليها هذا السمن مسمم. تاخدها؟ يقول لي لا طبعا. قلت له امال العلبه مكتوب عليها التدخين يسبب الوفاه؟ لو حاطين عليها صرصار حاجه مش معقوله، حاطط عليها منظر عجيب وبتشتريها. فانا سالت نفسي فعلا وجبت الكتب، لقيت التعريف الادمان تغير. تعريف الادمان تغير، كان زمان السيجاره عاده. ما الفرق بين العاده والادمان؟ الادمان الماده اللي لو سحبتها يجي له اعراض انسحابيه قد تودي بحياته. يعني واحد بياخد ترامادول وقفته مره واحده ممكن يموت، لازم يبقى بالتدريج، لازم له نظام يعني. تمام، تعريف الادمان تغير، قالوا بقى ان اي ماده تعمل مستوى في الدم بقيت مدمن. بقيت مرتبط بيها. النيكوتين عامل مستوى في الدم، فدخلت السجاير في المدمنين. فانا بعامل المدخن كمدمن، مش كعاده، مش زي القهوه. القهوة هيتنرفز شوية، إنما ده ما يقدرش يبطل سجاير. وسألت نفسي بقى الناس دي معقولة بتشرب إيه؟ طلع إن النيكوتين ده ذا بيست أنتي ديبريسنت، أحسن مضاد للإكتئاب. ما حصلش يعني نشرب سجاير بس. أشرك الله بالخير يا دكتور. ليه بقى؟ أولاً هو شورت ديوريشن، بيشتغل فترة قصيرة، يعني بياخد السيجارة فبيرتاح لمدة مثلاً ساعتين. إذا كان مرتاح ما بيخش تاني لو حضرتك تلاحظ. طيب، نلاحظ حاجة مهمة جدا في الاسترس، السجاير تزيد. امتحانات، حضرتك داخل في وظيفة جديدة، أنت في المياتم، في أي حاجة تلاقي الناس، ليه؟ الاسترس بيوطي النيكوتين في الدم، فهو عايز يرجعه. لأنه مدمن. هو عايز يرجعه كما كان، مثلا عنده مستوى النيكوتين 5. أي استرس يخليه ينزل 4 3 2، فبسرعة يرجعه. ودي الأكذوبة الكبيرة جدا اللي هي كلمة سجارة لايت. ما هو بدل ما هشرب 5 عشان ارجع مستوى النيكوتين 15، يبقى اتضريت من الدخان، والدخان اضر من النيكوتين. طب يعني ست حضرتك موافق على ان الواحد اللي لما بيكون عنده اكتئاب بيشرب سجاير؟ ده اعتراف من الدكتور بس، كفايه كده الكلام كده. نخطف الكلام من الدكتور. في واحد جالي متوتر جدا جدا، سايب دقنه، مش ملتحي بس كده، ومنعكش شعره، فبسمع سدره، كان اخر واحد في العياده وكنت تعبت جدا يعني، فبسمع سدره، لقيت سدره وحش جدا. قلت له اسمك ايه؟ قال لي محمد. قلت له كويس يا محمد، خد المصحف احلف تاخد 3 سجاير. انا قلت لو بطلت سجاير مره واحده هيتوتر. قال لي اخدهم امتى؟ قلت له 3 في اليوم. احلف على المصحف. قال لي 3 وحلف. قال لي هاخد واحده الصبح وواحده الظهر وواحده بالليل. قلت له ماشي. جالي بعد 10 ايام اوحش 1000 مره، سدر وحش جدا. بقول له بتاخد كام سيجاره؟ قال لي والمصحف 3. قلت له انت كنت بتشرب كام الاول؟ قال لي انا ما كنتش بشرب خالص. انت اللي بتحلفني. شفت الدكتور عوده السجاير.
ان شاء الله هنعمل حلقه لحضراتكم ان شاء الله اذا ربنا احيانا نعمل حلقه عن التدخين. التدخين مهم طبعا. طيب يعني عايزين كده قبل ما نتواصل. البلد الوحيده اللي تعامل المدمن كمجرم هي مصر. المدمن مريض وليس مجرم. يعني يقول لك ده دايما يتشتم اصل ده بياخد كذا كذا كذا. لا، المدمن يا اخوانا مريض، مريض يتعالج زي اللي عنده سرطان. يعني انا لما اقفش حد معاه مخدر تعالجه واتجاوز عن قضيه اللي بيتاجر في المخدر يخش السجن لانه بيبوظ لنا جيل. انما الولد نفسه مريض. يعني اذا قفش معاه مثلا تذكره ولا ما اعرفش دلوقتي التذاكر لسه هي تذاكر ولا بقت اسمها ايه ما اعرفش، ثلاث اربع تذاكر يعني اكتشف ان الشرب شخصي ده يتعالج يروح مصحة. انا شفت الحشيش مره واحده في حياتي في قسم الطب الشرعي لما الاستاذ وراه لنا. عمرك ما مسكت حته حشيش؟ لا 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 خالص. لا 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 ماليش ولا ولا يا خبر ابيض ولا قطعت كده تكرس الحجر ولا بفضل الله يعني شوريني تيجي طبعا مهم جدا ومن الحاجات المهمه اللي بتبوظه السجاير. طب حضرتك اتكلمنا بقى كده كما تشاء عن الشوريان. هقول لحضرتك في ناس ما تعرفش الفرق بين الشوريان والوريد. يعني ايه دايما تسمع انا هاخد حقنه في الوريد ما تبقاش عارفه ايه الوريد وايه هو الشوريان والكلام. تمام. احنا عندنا بيت شقه داخلها ميه، ما دام دخلت ميه يبقى لازم في تصريف ميه. مظبوط. الميه اللي داخله دي ميه نظيفه هستفيد منها، الميه اللي خارجه ملهاش لازمه لان انا خلاص خدت منها اللي انا عايزه والباقي ماشي. اللي داخل هو الشريان ده اللي شايل الميه النظيفه او الدم النظيف. والوريد هو الدم اللي راجع اللي بيورد بيرجع بقى. تمام، بيورد الحاجه اللي هيخرجها هيرجع هينضف وهياخد حاجات تانية ويرجع يشتغل تاني كما كان. يبقى عندي شريان وعندي وريد. الشريان ده اساسي عشان اعيش. المخ رايح له شرايين لانه شايل الاكسجين وشايل الاكل. العضلات رايح لها شريان، الجلد رايح له. اي حته في الدنيا من غير لو قفلت الشريان يحصل ما يسمى الغرغرين. يعني ما خدش الغذاء، هو المغذي لجسمك، هو المغذي. ماليش دعوه باللي راجع. طب القلب جواه دم لكن هو عضله، هو اولا واخيرا عضله. عايز دم، عايز دم له غير اللي جواه. فجاي له شريانين مهمين جدا، شريان التاج الايمن والشريان التاج الايسر. هما دول اللي احنا بنتكلم عليهم. تمام. هو ده الشريان اللي بيغذي عضله القلب. القلب ما بياخدش الغذاء من الدم اللي جواه، لا بياخد الغذاء من شريانين جايين، واحد يمين وواحد شمال. دول اللي يسموه شريان التاجي. الاثنين مع بعض؟ واحد يمين وواحد شمال. يعني اصلهم واحد ولا ده جاي من لا ده الاثنين جايين من شريان كبير اسمه الاورطه. الاثنين خارجين من واحد. الاثنين خارجين من حته واحده. ودول طبعا مهمين جدا لان من غيرهم العضله باظت. عضله باظت يعني المشكله خلص. بقت كبيره جدا يعني. عشان كده الحفاظ عليهم مهم جدا جدا. وعشان كده العلم علمنا حاجه اسمها عوامل الخطوره على الشريان التاجي. نقولها بقى. السكر، الضغط، الكوليسترول، التدخين، اسره سيئه السمعه في الحاجات دي كلها، في الحاجات دي، في الشريان يعني التاجي. في الشريان التاجي. ستريس، عايش في ستريس طول عمره. دول عوامل خطوره. تخيل حضرتك واحد عنده ضغط وسكر وكوليسترول وبنعالجه يوم ياخد سجاير. تمام. طب ده دي اللي في ايدك توقفها. ما خلاص باظت ضغط السكر باظت. لا لسه. بتزود العناصر المتعبه عوامل الخطوره. بقدر الامكان كل واحد يبص لنفسه كده يشوف هو عنده كام عامل خطوره. طب نيجي نتكلم حاجه، واحد عنده سكر وظابط السكر، في خطوره؟ ظابط السكر. لو انا قلت في خطوره الناس هتزعل جدا، انما هو لا زال خطر. يعني مش زي واحد ما عندوش سكر. طب يعمل ايه؟ ضبط السكر بيمنع احد المضاعفات الهامه في مرض السكر، ولكن ليس كل المضاعفات. يعني انا ضبط السكر 120 وماشي زي الفل، لكن عرضه لمثلا التهاب اطراف الاعصاب مع ان السكر مظبوط. فدي نقطه مهمه بس احنا ما بنحبش نقولها لانها بتضايق مريض السكر، ولكن من غير ضبط السكر يجي له مشاكل كتيره جدا. طب ضغط، ظابط ضغطه؟ ظابط ضغطه ده زي الفل، زيك. تمام. مش مشكله خالص. ظابط ضغطك يبقى ده مش عامل خطوره. ده كانه لبس نظاره شافني. طب الكوليسترول بقى؟ الكوليسترول ظبطه الحمد لله. لو عالي شويه؟
الكوليسترول لا ما يصحش يبقى عالي، ما يصحش يبقى عالي، ما يصحش بتاتا يبقى عالي. لازم نخلي بالنا كويس جدا من اكلنا. والناس اللي عندها كوليسترول مهمه جدا دي هنقول لهم قاعده سهله جدا. كل ما خرج من الارض صحي، كل ما مشي على الارض غير صحي. يا اخوانا يا اللي عندك كوليسترول اكثر من النباتات، فاكهه خضار. وقلل قوي، احسن اللي مشي على الارض السمك، هو ده اللي بيتحرك. مش الفراخ لا الفراخ بعد السمك والارانب. بس الفراخ كويسه كويسه، احسن من اللحمه يعني، احسن من واللحمه الحمراء احسن من الدسمه. الناس كلها حافظه الكلام ده، لكن كل ما خرج من الارض صحي. صحي. وكل ما مشي على الارض كله بحذر. بحذر، ما بنقولش ما ناكلوش. انا بكلم مريض كوليسترول عالي، مش بكلم واحد عادي. تمام. ولا بكلم طفل. تمام. ولا مريض ضغط. ولا مريض ضغط. مريض ضغط الملح. ومريض السكر ليه اكله. مريض السكر ليه اكله. حرف الواو في القرآن حرفه مهم ولا مش مهم؟ مهم طبعا، كل حرف في القرآن مهم. بس ده مهم قوي. ربنا اقسم بيه يا استاذ محمود. والعصر. والتين والزيتون. والفجر. لا، وفي ألذ من كده. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاله الامر بالحج. فبينفذ المناسك. كما امليت عليه. فوقف على عرفه المغرب جدا، نزل على مزدلفه، صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وجمع الحصوات، وصلى الفجر، وطلع على منى، رجم ابليس، وطلع على الكعبه، طاف طواف الافاضه، وجه في السعي ووقف. وقف شويه كده والصحابه كلهم حواليه، وقال كلمه مشهوره جدا، حديث معروف عنه، قال سابدا بما بدا به الله. وابتدى بالصفا. لان القران قال ان الصفا والمروة. شفت الواو عملت ايه؟ خلاه يبتدي بالصفا. فاكلنا نبدا بما بدا به الله. وفاكهه مما تخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وحور العين بعد كده، انت ما تفضل المسائل تلاقي الحور العين. فالفاكهه قبل الاكل رائعه والله، تحمي الانسان من جميع الامراض، كوليسترول وضغط وسمنه. يعني ياكل السفندية، برتقانية، كمتراية، رمانية، ياكل جوافاية، جوافاية او برتقانة، وبعدين يبتدي بقى عايز يصلي الظهر قبل اول العصر وكده، وبعدين يقعد على الاكل. مش هياكل الكمية اللي هو لو دخل جعان قوي يعني. طب ايه حكاية الجبنة بعد الاكل؟ هل دي ليها سبب ولا دي ليها سبب؟